كابتن ابو الدهب، بيبقى في قرار باقاله فيتوريا بحيث ان اتحاد الكوره يهدي الراي العام من خلال الخروج ده. انت عارف الراجل عقده السنوي كام يا فاروق؟ 2.5 مليون دولار، وعنده شرط جزائي. تخيل الشرط الجزائي بتاعه، وده شرط عشان يمشي رسمي في 2026، ان هو وصلك كاس العالم. طب وافريقيا دي ملهاش ماشي؟ ما هو يا كابتن، لا ده انت تتحايل عليها يا كابتن لما تمشيه بالتراضي. لا انا نفسي اعرف بقى، انت بتتعامل لا بتتعامل بس. انت بتتعامل انا نفسي يا كابتن، والنبي انت عندك مشاكل دي بس عشان ما انساهاش. انت ما عندك مشاكل دي لما راجل، ما انا بقول لك هقول دي بس عشان ما انساهاش. دلوقتي الشرط الجزائي اللي معمول ده كام؟ ما هياخد، هياخدوا عقده بالكامل لو انت مشيته الوقت. طيب مين اللي عامل الشرط الجزائي ده؟ اتحاد الكوره. لا اللي عامل الشرط الجزائي ده اللي يتحمله. ما هو اتحاد الكوره، هو انت بتدفع فلوس من جيبك؟ ما هو حازم يا كابتن فرد، معلش انا بتكلم كله. لا سيبك من كله ده، انت عشان تمشي يبقى في اقاله وحساب. طيب هو انا جايب انت عشان تمشي الراجل، هو انا جايب مورينيو مين؟ انا انت جايب مدرب ما عندوش خبرات يا كابتن، واخد بالك؟ يبقى انت هو اللي يدفع شرط جزائي. مين اللي يدفع؟ هو المدرب المفروض ده جاي يمسك منتخب مصر. كابتن مفيش الكلام ده، ده انت ماضي معاه عقد يا حبيبي. لا انا بقول لك المفروض. ايوه المفروض، لان ده مجهول بالنسبه للمنتخبات. انت اللي بتعمل له اسم، وانت اللي بتعمل له اللي جايبه مره يمسك منتخب يا فاروق، اللي جايبه يتحاسب. لا مين اللي جايبه يتحاسب؟ انتوا بتعملوا الشروط الجزائيه دي، هو حد هيدفع من جيب ابوه؟ حد هيدفع منهم؟ انت بتتكلم على اغلى مدرب في افريقيا يا كابتن، ده المدرب بتاع الراس الاغلى. سيبك من الاغلى، بياخد 4000 يورو. سيبك من الاغلى، سيبك. انا عايز اعرف الراجل اللي عمل الشرط الجزائي ده هو اللي يدفعهم، سواء الاتحاد او اللي هو عمل له الشرط ده. اتحاد الكره هيدفع يا كابتن؟ طب عامل له ليه؟ طيب ما انت هحاسبهم، اشيلهم وبعدين احاسبهم. انت هتحاسبهم في ايه؟ طب ما انت كده هتدفع للراجل. طب ما انت كده كده الراجل مش هيمشي الا ما ياخد، والاجانب ما بتنزلوش عن حاجه. طب ليه بقى؟ عشان تمشي الراجل لازم تتحايل عليه بالتراضي. طب انا دلوقتي يا عم فاروق، انا دلوقتي اقول له في العقد لو ما جبتليش افريقيا يبقى مع السلامه وما لكش جنيه، مش ده مفروض؟ ده كان لازم. صح ولا غلط؟ مش ربنا عرفوه بالعقل؟ هم جايبينه عشان يكتفوا ايدينا احنا، عشان ما حدش يطلع يتكلم، عشان يقول لك ايه زي كروش بالظبط. فكره اتحاد الكوره ان الراجل ده عنده مشروع يعمل منتخب. مشروع ايه؟ اقسم بالله ما هيطلع كتاكيت. يعمل منتخب مش اقسم بالله ما هيطلع كتاكيت. ده انت غرقت الدنيا. ده ما عندوش فكره يا عمي، اول مره يمسك منتخب. هات لي لعيب، هات لي منتخب يعني. في فيتوريا من ساعه ما جيت طلع لك لعيب واجه جديد. سيبك من طلع لعيب، لا طريقه لعب. دخل محمود حماده، دخل الله اكبر. الله اكبر وتحيا مصر. محمود حماده ومين تاني؟ محمود حماده النهارده السبب في المنتخب الاولمبي. ده محمود النهارده المفروض يكسبك. الكره اللي اتعملت له بالعرض واتلخبطت في رجليه، والكره الثانيه اللي عملها لمحمد حمدي طرده، وكم كره مقطوعه في نص الملعب. انت واخده بناء على ايه؟ واخده بناء على عشان تحرق دمنا؟ ده مش هو بس يعني، ده في لعيبه ثانيه. انا مش عايز اجي على، بس انا عايز اقول لك، انا مش عايز اجي على اللعيبه. بص بس انا هقول لك بما يرضي الله النهارده من نجوم المباراه، النني واحمد حجازي. تخيل النهارده واحمد حجازي اللي احنا عمالين، اللي مصر كلها بس النهارده رجاله على الامكانيات اللي احنا شفناها، لا هم احسن من لعيبه كتير كانوا في الملعب النهارده، واخد بالك؟ بس هي المشكله، انا دلوقتي انا بعمل شرط جزائي ليه؟ انا مفروض في الشرط الجزائي ما جبتليش افريقيا تمشي ومع السلامه ومبروك عليك. الحق بقى اللي انا عايز الحق الشهور اللي انت خدتهم. انما اعمل له كمان شرط جزائي، الناس دي لازم تتحاسب، اقسم بجلاله الله تتحاسب. يا اما يعني كابتن لو قعد الراجل شويه ما يش ما يا بدع ما ملوش رجع، ورب الكعبه ما يعرفش حاجه. اسمع الكلام، هو فالح بس يلبس وشكل وتمام التمام، انما قياده فنيه. انت شفت جمله من يوم ما جه؟ شفت جمله بتتعمل؟ ما شفناش جمله، ما شفناش شكل، ما شفناش ان يديك الاحساس ان انت منتخب عندك شخصيه، ما شفناش الكلام ده. والمتبلطيه يطلعوا يقول لك ايه؟ لا شكلنا بقى شكل هجومي. اهو دلوقتي هتقولوا ايه بقى؟ هتطلعوا تقولوا ايه؟ نردح بقى زي الناس، تطلعوا تقولوا ايه؟ نديله فرصه تاني؟ اقسم بالله يبقى احنا ربنا لازم يعذبنا في الارض. ده ممكن تديله اتحاد الكوره كابتن يعني ما يديلوش فرصه يعني؟ يا عم اتحاد الكوره يمشي، اسمع الكلام، نضف بقى يا فاروق، عايزين ننضف بقى، عايزين نتفرج على منتخب بجد، عايزين نتفرج يا عم.